الجرانكيو أو سلطعان البحر من أشهر المأكولات البحرية الإيطالية، وطبعا رح نظف سلطعان البحر. رح ورجيكم طريقة تنظيفه من الصفر للعشرة. أول شي أنا رح سوي الصلصة بومودورو، مستعمل طبعا أنا السان مارسانو، هاي 250 جرام بالضبط. توم وزيت الزيتون، ورق الريحان اللي هو البازيل، وطبعا بدي استعمل أنا للصلصة البومودورو البصل. إذا كان عندكم حبة صغيرة استعملوا نصف حبة، انا عندي تقريبا ربع حبه لانه عندي البصله كبيره كثير. بقطع البصل لشرائح صغيره، شايفين هيك بدي زيت الزيتون، وبحط حوالي 3 معالق تقريبا. طبعا بدي احمس البصل على نار هاديه، علبه السان مارسانو، وبخلطها باي خلاط موجود بالمنزل. حاولوا تخلوها فيها جموده بسيطه مثل هيك. بجيب سن توم، توم بتقريبا بقدر نصف معلقة، حطه مع البصل، قليهم مع بعض، يعني بدي اياهم يستووا على هذا. هلا باخذ ورق الريحان كمان عشان احطه مع طماطم صوص، بفرم الريحان بهاي شرايح رقيقة، بنزل ورق الريحان عليها، وهلا بنزل عليهم السان مارسانو. بالنسبة لتنظيف الكراب، طريقة كتير سهلة. أول شي بدكم تشيلوا الإيدين، بتجيبوا مقص. هلا شلت الرجلين كلها، هلا بقلبه بالعكس على بطنه. اول شيء بشيل هذا القلب، القسم الخارجي او ظهر السلطعان. هلا شوفوا كيف بينشال معي، شايفين هذا الظهر كله تبع السلطعان. هلا هون مرحلة التنظيف، هون الحراشف لازم تتنظف. هاي ظهره كان عليه هيك ثابت، انا طالعته ونظفت الحراشف من على اليمين وعلى الشمال، وهلا بدي اقطعه من النص. اول شيء بجيب السكين وبقطعه من النص. هذا كلياته اللحم تبع الكراب. شايفين هاي الطماطو صوص جمدت، اعطتني جمود كتير كويسه. بزيد عليها ملح، صارت عندي تقريبا جاهزه. هلا بجيب كمان راس توم، انا بدي اسوي هلا صلصه الكراب. بدي اقلي الكراب انا بزيت الزيتون والثوم، تقريبا حوالي 4 معالق زيت زيتون، وببلش بقلي فيهم على نار هاديه. وهي الثوم المفروم حوالي المعلقه، بنزله معهم. بس يبلش يستوي بصير لونه احمر، بيعطي على لون احمر فاهي. وبجيب حوالي كاستين مي بنزلهم عليهم وبطبخهم فيها. مثل ما كنتم شايفين نحن موجود عندنا باليابان المصل تبع الكراب نفسه، فنحن مشان نقوي الطعمه نستعمل تقريبا حوالي المعلقه. المطابخ العالميه هي كله اجباري بيستعملها بالطبخه تبع الكراب. هلا بعد ما سلقتهم مزبوط طالعون، مثل ما كنتم شايفين هذا كله لحم، بحاول فضي اللحم كله وبنزله بالشوربه اللي انا كنت عم بطبخها فيها. هي عند الاظافر، هذا القلب كمان كله لحم، هذا كله بيتقطع بيطلع اللحم من فين. هذا كلياته لحم الكراب، اللحم هذا كله طلع من اجرين الكراب اللي انا قصيتهم. اول شيء صحيح الطريقه متعبه شوي، بس اقسم بالله عم بعطيكم طرق المطاعم والفنادق الفخمه. هلا انا بحطه بالصوص اللي اول شيء كنت عم بطبخ فيه الكراب، هي الصلصه بومودورو اللي سويتها قبل شوي. هلا بدي اضيفها على الكراب الصوص كله، هلا بخلطهم مع بعض. هي هي طريقه الصوص اللي بتكون موجودة بالمطاعم والفنادق الفخمة، بتصير بيس وبتنحط على جنب، وبس يجي طلبات بتصير العالم بتاخذ منها وبتجمعها مع الباستا وبتقدمها طلبات للزباين. رح ساويها جرانكيو ماكياتو، رح تكون بالطماطو صوص والكريم بآن واحد. جيب الزبدة معلقة بنزلها فيها، 200 جرام كريم، خلطهم سوا. هلا صارت عندي انا الباستا مسلوقة خالصة. مثل ما بتعرفوا انتو الباستا بويلة المي بده يكون فيها نسبة ملوحة من 1 لـ 3%. طبعا تقريبا الطعمة كلها هون جاهزة، ما بدها تعديل الا تعديل بالملح. بتدقوها اذا ناقصها ملح بتزيدوا عليها ملح. هاي هي الجرانكيو كريما،
والله العظيم عم بعطيكم طرق المطاعم والفنادق الفخمة. بتمنى الفيديو يعجبكم وما تنسوني من دعائكم وما تنسوني من دعمكم. أخوكم فراس، سلام عليكم.